رح نحكي شوي شو هن الغذاء الصحي بالنسبة لهم، ولكن أول شيء رح نحكي عن العوارض. أوكي، من سلامة الغذاء حننتقل لمرض تقريبا كتير منتشر. بأمريكا هو أثنيك، يعني ممكن يصيب 800 كل يوم، بيصيب 800 شخص او اذا بدك 100 شخص من الاثنيك الاسود عم بيموتوا من وراء هذا المرض. يمكن بالنسبه لك 100 شخص ماشي، بس لما تكون بيعني مثلا ناس بيقربوك. اكيد حخبركم اليوم بطل قصتي اذا بدك، هو اسمه البنكرياس. البنكرياس هو عضو مثل شكل موزه صفراء موجوده خلف المعده. نخبر كيف بتصير المواضيع. نحن اكلنا اكل موستلي حتى ناخد طاقه. نعم. هذا الاكل لما يكون جاي من نشويات، من اشياء فيها سكر، من فواكه، من السكر بحد ذاته بفوت على المعده، المعده بتهضمه، بتطلع السكر الجلوكوز اللي هي اقل مونيكول اللي بتفوت تعطي الطاقه. موستلي انت بتعرفي انه الدماغ، القلب، العضل ما بيقدروا ياخذوا طاقه الا من الجلوكوز. فاتوا على هيدي المعده، طلع الجلوكوز، فات على الدم. دغري البنكرياس بالانسان الطبيعي بيفرز ماده اللي هي الهرمون، ماده الانسولين. اوكي. الانسولين دغري بتروح مع بالدم، تنفرز بتروح مع الجلوكوز على المحلات اللي الجلوكوز بدها تعملها سبلاي بالانرجي. هلا كل هرمون بالجسم نانسي بتشتغل مثل اذا بتتصوروا باب ومفتاح. الهرمون هي مفتاح للسيلز تاعولنا. اوكي. بالتايب 1 دايابيتس اللي هو هلا حنحكي كيف عوارضه، اصلا البنكرياس معطل ما بيقدر يفرز الانسولين. اوكي. بالتايب 2 دايابيتس البنكرياس بيفرز انسولين بس السيلز ما فيها تستعمله، بيكون من عدة أسباب، منها هي الأوفر ويت، الوزن الدهون الزيادة. شو بيصير؟ هالسيلز قد ما صار عليها دهون بطل البنكرياس قادر، بطل الأنسولين قادر يفتح السيلز لتفوت الجلوكوز عليها. شو بيصير؟ بيرتفع الجلوكوز بالدم، أوكي؟ بيرتفع معه الأنسولين بالدم للتايب 2. هلا لما يرتفع الجلوكوز بالدم للتايب 1، أول شيء شو بيصير عندك؟ الجسم بده يتخلص من هالجلوكوز اللي كثير عنده ما بيعرف كيف، سو بيضطر انه يفلتره عبر الكلاوي. عشان هيك بتلاقي التايب 1 بفوتوا كثير على التواليت. لما فاتوا كثير على التواليت ظهر منهم مي كثير، نشف تمهم. هيدي من العوارض يعني اللي بتصير حس. اكزاكتلي. الدم صار فيه كثير كمان جلوكوز، صار معرضين للبكتيريا اكثر، يعني اذا اي انسان انجرح بطل فيه يلحم. بالنتيجة أنت عندك جلوكوز بدمك بس ما وصل للعضلات، ما وصل للأورجنز اللي أنت عايزة فيهم انرجي، بيضطر الخلايا الدهنية تعطي المخزون تبعها، مشان هيك كمان بيصير في ويت لوس. اوكي. سو اللي نحن بنقوله بيصير عندك التهابات بالمناطق الحميمية، زيادة تبول، عطش على طول دائم، بلورد فيجن. ليه؟ لانه لما يكون في كثير جلوكوز بالدم بيجتمع مع الخلايا الدهنيه بيسكروا المناطق الشرايين الحساسه اللي موصله هي بالعيون. اوكي. بصير عندك بلورد فيجن، ما بتشوف كثير. مضبوط. في غباش يعني احنا عم نعطي سيمبتومز للناس لما يسمعوا هيك انه يروحوا تو تشيك ذير سيلز، لانه امرار بتاخذ 10 سنين عم بيحكوا تايب 2 ما بيعرفوا انه معهم دايابيتس. طيب ممكن كمان بيقولوا انه الواحد اذا حيالله ضربه صغيره كمان بيزرق جسمه. اكزاكتلي مضبوط. والجرح كمان ما بيلحم مضبوط. اوكي. مشان هيك عم نورجي خطوره هيدا المرض. هيدا المرض خطر، بس اذا نحن هلا تايب 1 بمجرد ما نعطي الانسولين كل هذه السيمبتومز اللي عم نحكي عنها بتروح بيعيشوا معها طبيعي. أوكي. اكيد لازم ينتبهوا على غذائهم، لانه مع شطس الانسولين بدهم يعطوا اوقات، يعني نعطي نحدد كميات النشويات ونحددها بالنهار. اوكي. التايب 2 دايابيتس انه بياخذ كثير امرار وقت حتى الواحد يكتشف انه امرار اب تو 10 ييرز. عشان هيك لازم الانسان على طول نحن بنقول بليز كل سنه نعمل فحص دم، هي كلها جلوكوز، انسولين، تخزين سكر، مخزون السكر هو بي اي 1 سي كمان. هيدي الشغله. الشغله الثانيه بينتبه انه مثلا فات كثير على التواليت، عم ينشف تمه، عم بيصير عنده التهابات بالمناطق الحميميه، سو نحن بنعرف انه لازم دغري يعمل فحص دم. هو يعني مثل ما قلتي ما بيمنع الواحد انه كل ست اشهر او على القليله يمكن مره بالسنه يعمل هيك جنرال تشيك اب على كل شيء.
ختمة قصتنا انه تايب 2 دايابيتس فيهم يعيشوا مع هيدا المرض ما كانه عندهم شيء، حتى ممكن في كثير كيسز نحن شفناها هيدا المرض مش حنقول تراجع يعني قدروا يتخطوا هيدا المرض بالدايت المناسب. هلا امرار اكيد ممكن يبلشوا يضطروا ياخذوا ادويه، بتقولي لي اذا وصلوا لحد انه ياخذوا انسولين يعني عم يتراجعوا؟ لا بالعكس، لانه الانسان لما البنكرياس تبعه عم يفرز هالهرمون الانسولين اخر شيء بتتعب، سو معلش اذا كمان اخذوا اخر شيء انسولين مش يعني تراجعوا بمرضهم. سو بتشوفي من ورا كل اللي انا عم بحكي قديش الغذاء مهم، يعني ما في الواحد يقول انا معي سكر بعتمد انه بيبتعد عن كل شيء فيه سكر، بيصيروا يروحوا ياخذوا امرار حلويات فيها شوجر الكحول بتسبب كثير دياري، امرار بياخذوا اشياء هلا ممكن بنلاقي اشياء بالسوق محطوط انه خاصه للاشخاص اللي عندهم مرض السكري. ما اكزاكتلي، بس بدنا نعرف كيف نستعملها. يعني الشيف قال لي لانا بحط دايبتيك برودكت، قلت له طبخ اللي بدك اياه، هي مهم انه يكون مثل ما بتعمل عاده هيلثي، يعني منه معمول بكثير زيوت، وانا قدام المشاهدين حورجي كيف نحن بنسكب وقد ايه البورشن اللي لازم ياخذ منه. اوكي شيف، انا بدي اقول انه معلومات قيمه جدا، والغذاء شغله كثير اساسيه، وفينا يكون عندنا وقايه احلى من الدواء. يعني فينا نتوقى باكلنا والاكل اللي بناكله كل يوم، يعني هلا كمان لانا حتفرجينا الاكل اللي بناكله نحن كل يوم، كيف فينا نحمي حالنا نوقي حالنا تما يصير معنا سكر، واذا كان عندنا هيدا الداء كيف فينا نوقي حالنا؟ تسمح لي؟ شيف بهيدا الشيء ما في شيء اسمه وقايه، لا يعني الناس كثير بيقولوا انه ممكن نحن نكون اصبنا بالسكري لانه بناكل كثير سكر، هي ممكن تكون عامل صغير بس اوريدي في جينيتك فاكتورز، في كمان امراض هي ميتابوليك، بنقول ميتابوليك خصوصا لما يكون الانسان يحط كثير دهون ودهون حول الخصر، نعرف انه عالي الكوليسترول معه، بقى مشان هيك الوقايه انه ما يسمح لحاله كثير ينصح مثلا يزيد وزنه، سبيشلي اذا في جينيتك بريديسبوزيشن، يعني اذا بيعرف انه بالعائله. يعني اليوم انا عم بتعلم كمان اشياء جديده من معلومات قيمه عن جد، اشياء يمكن ما كنا منتبهي لها ولا بنعرف عنها. صراحه هيدا هدفنا من هالبروجرام الحلو. اوكي، اذا نحن قررنا من اليوم كل المشاهدين قرروا يبلشوا ينتبهوا لاسلوب الغذاء مع الكميه، ممكن كمان يتفادوا 100%، يكونوا عم يعملوا هالوقايه اللي كنت. انا جيت اليوم جبت معي اكل لدايابيتيك بيرسون، اوكي 1500 كالوري ليعرف حاله كيف بده ياكل، اتس سامبل، وانا ححاول اعطي اوبشنز، يعني قد ما في ما في يجيب اوبشنز كثير. لا انا ب 3 مينتس عنك 3 مينتس بس هيك لشيء. هلا بدنا نشوف اول شيء اذا الطريقه المحطوطين فيها هالبوكسز كيف بانا على ذوقك ولا هلا نحن هون يمكن لضيق المكان ما فينا نحكم على هيدا الشيء، بس كثير مهم انه الاكل يكون مغطي كل الوقت مغطى. هلا يمكن لانه عم نعرضهم محطوطين هيك، بس هن عاده ويمكن لانه بتعمل دليفري كمان للاشخاص مفروض كله يظهر من البراد بيوصل عند المستهلك، يا اما بياكله ايميديتلي يا اما بحطه بالبراد بيرجع بسخنه لما بده ياكله. اوكي، حتى الحراره هون كثير مهم ننتبه لها 100%. حتى في شيء بدي اقوله، تصوري قد ايه الفود سيفتي انترناشونال صارت مهمه، انه ما حقول يعني بالفانات اللي بتوصل الاكل صار في سيستم، اذا البراد او الاي سي اللي عم ببرد الاكل نزل شوي، نحن عندنا بمكاتبنا كله بيرن اجراس. حلو، كان بدي اقول شغله كمان، طريقه التسخين يمكن كمان كثير مهمه، لانه مرات بحطوا مثل ما هي بالمايكروويف. انا على طول بقول صدقيني نانسي انه حتى لو هدول ليبلد مايكروويف بترجيكم قيموها حطوها بالصحن بتفوتوه بتسكر الصحن، ويا ريت فينا نسخنهم على طنجره عاديه على الغاز مثل كل العالم. أحسن. أوكي. يلا لانا خلينا هيك على السريع. طيب حنبلش نانسي. إذا إنسان معه دايابيتس ما في ياكل كيف ما كان بس لأنه ما في سكر. أوكي. كمان بده شغلتين ينتبه له، السكر والدهون. يعني أنا حبلش شغلة تانية، لازم كمان يقسم أكلاته على وجبات، الفكرة وما فيها إنه ما نخلي الجلوكوز كتير يطلع أو كتير ينزل. أوكي. إحنا بدنا نحافظ على مستوى جلوكوز معين، هو مشان هيك بنحط ترويقة غدا عشاء، سناك 1 قبل الظهر، سناك 2 بعد الظهر، أن سناك عشية بالليل. أوكي. هلا بنبلش بالترويقة. يلا جبت ترويقتنا اللي هي لبنة، عم بحكي هون 75 جرام لبنة، حسب أكيد كل إنسان وزنه، مثلا
بانا حاعطيها لتسي اثنين، الشيف بعطي أربعة. اكزاكتلي، ما كل واحد بدي اعرف قد ايه الميتابوليزم تبعه قد ايه عنده وزن ليفصله. فرق بين الرجال والمرأة دائما. اند بليز ما انسى كمان الخضرة، الخضرة عندي كثير مهمة. اند مش لأنه دايابيتك ما بيطلع له دهون، نحن على طول بنحكي بالدهون الجيدة، بيطلع له ثلاث حبات زيتون، اكشولي لازم يكونوا خمسة، بس إذا كانوا زيتون أسود فينا نحط ثلاثة. ثلاثة، أوكي. ناو عندي سناك، أول سناك اللي هي بين الترويقة والغداء، إنسان حيجوع، انسولين حيالة بحس بده ياكل، سو الفواكه هون بتجي وقتها. اوكي، تفاحه، غير التفاح شو ممكن ياخذ؟ كل انواع الفواكه از اوكي بالبورشن تبعيتها. اوكي، حتى عنب بيقولوا في سكر كثير. ما هيدي الغلط، كلها بالبورشن. أوكي. يعني مثلا 12 حبه عنب هي بتعادل هيدي التفاحه، انا هي جبتها لانه كانت هينه نجيبها. اوكي، مانجا، كل الفواكه قد ما كان فيها سكر عالي فيهم ياكلوا، بس بدهم ينتبهوا على البورشن. ثانك يو، سؤالك كثير مهم. اوكي. نو، جينا وقت الغداء، اوكي؟ وقت الغداء اذا بتنتبهوا على طول، انا بيقولوا لي حنحس حالنا صرنا خوارف، بس صدقوني ما في شيء بيعمل فيلينج مثل الالياف اللي هي موجوده بالسلايد. يعني جبت سلطه، جبت نوعين سلطه، حتى جبت دريسنج تبعيته فينا نعملها بمايونيز، سوري شك، بمايونيز فيري فيري لايت، موتارد فينا نزيدها، بلسامك فينيجر، اوكي؟ بيقولوا لي بلسامك فينيجر في شويه سكر، معلش نقطه صغيره، هي الفكره انه ما نزيد. يعني كل اللي عم بتقوليه لانا لحديث هلا، بعتقد اي انسان اذا بيتبع هالنظام الغذائي الصحي منيح له. ايوه، هلا بكفي، انا هلا عندي قدامي رز، اوكي، عندي رز اسمر، عندي كينوا، كلياته كمان بيمشي انه مثلا عم بعطي، سوري بانا عم باخذك اكزامبل، حاعطيكي تو اكسشينجز اوف بريد انت على الظهر. سو انا عندي طبخه عامله رز بقلبه خضره، سو انا بسكب اثنين، اوكي، هي وحده، شايف انا اكيد ما حاعرف اسكبها مثل ما انت بتسكبها. لا انا هيدي من وين جبتيها بتجيب مثلها؟ هدول حبيبتي بينباعوا باي سوبر ماركت، باي محل بيهتم بالاكل. هيدي منيحه الواحد انه كل يوم يحط، بس مثلا احنا كسيدات اثنين بورسيون بكفي ولا اكثر؟ اذا بدك تخسري وزنك اثنين بورسيون بتكفي. أوكي. اذا فيكي توصلي مثلا، ما هي فيك توصلي لثلاثة بورسيون من هيدي، مثلا تخففي من البورسيون كارد بالعشاء، او تعملي نص ساعة رياضة زيادة اذا حبيت تكفيها. هلا اكيد طريقة الطبخ انه ما ينزاد لها سمنة وزبدة، هيدي كثير مهمة. يعني هي مطبوخة بشوية كانولا اويل، هيدي الكارب بارت. نجي على البروتين بارت، انا جايبة هي تقريبا 90 جرام، اوكي، هيدي تقريبا 15 جرام، اوكي اوكي، هي بايلا وهي صوص. سو انت شو فرق عندك؟ هذا اسمه دايابيتيك بليت؟ لا. This is a healthy plate، بس الدايابيتيك بيرسون بده يعرف انه قد ايه بده ياكل منه كنشويات، حتى كبروتين، وقد ايه يكون في دهون. سوري حاعطي مثال ثاني انا جايبته وانت بتحبيه كثير، اللي هي البامية. اوكي، مفضلة عندي. انا حطيت لاحظتي كمية الخضرة؟ نعم. خضرة على طول حتى الدايابيتيك في ياخذ منها كثير. اوكي؟ كمية منيحة. وهيدا الرز مثل ما نحن عم نقول. هلا حقوصل والعشاء ذات الشيء، فينا نفوت كاردز، فينا نفوت بروتين. حاحكي على اخر شغله اللي هي كثير مهمه، السناكس اللي هو ممكن ياخذها. بليز دو نوت جو فور اني ثينج اسمه دايابيتيك برودكت او اسمه شوجر فري. اوكي، لانه اذا شوجر فري، اذا بقلبه فركتوز، الفركتوز مش مثل الفركتوز الموجود بالتفاحه، كثير مهم اللي عم بقوله. الفركتوز اللي بيستعملوه ليصنعوا البرودكتس اللي هي بسموها شوجر فري، هو فركتوز معمول من هاي كورن سيرب، سو كثير كثير مأذي، يعني كثير بتعب الليفر، مش هذا اللي بدنا اياه. نحن بنسمح بكميه سكر للانسان الدايابيتيك بس وذين ذا فروت. هلا ممكن نسمح ب، انا مثلا بطبخهم بكميه سكر عادي. أوكي. بس هيدي الكميه اللي موجوده، اول شيء انا اشتغلت اني اقيم منها الزبده، هيدي معموله بلبن شيف. نعم. انت اللي انا عملته كمان مثلا حطيت سكر عادي، بس لنقول بسمح له فيها مرتين او ثلاث مرات بالاسبوع حتى ما يصير عنده كريفنج، وحطيت فيها اكزاكتلي كميه السكر الموجوده بقطعه فواكه تقريبا 15 جرام، حتى هي فيها اقل من معلقه. حلو. واللي بس كمان بدي اقوله، نحن عملنا تيست، دوقنا ناس دايابيتيك، او السويت اللي معمول بسكر عادي والسويت اللي معمول بالفركتوز، صدقيني بوست برانديال الجلوكوز تبعيتهم كانت كثير اعلى لما اخذوا الفركتوز اللي هو البودره، يعني مش الفركتوز الموجود بالفواكه. حلو. وهيدي كم كالوري تقريبا بكون فيها؟ هيدي 150 كثير، بس لو بالعاده
لا بدي اقول لك لو بالعاده خمس اخر شغله بدي اقولها بالاكل فينا نحكي كثير، بس انسان الدايابيتك مثل كل انسان اكثر شيء ممكن يفيده غير الالتزام بالدايت هو نشاط جسدي ممكن كثير يساعده انه يتخلص من الاكسس جلوكوز اللي موجود بدمه. بقى بليز انا على طول بقولها الرياضه از نوت كليشي، الرياضه هي كثير مهمه بحياتنا كلنا. صحيح 100%. رجعت انا على السبور، رجعت ورجعت. لا ميرسي كثير لهالمعلومات القيمه اللي اعطيتينا اياهم. بانا هيك على السريع اذا بتحبي تقولي شيء هيك بنص دقيقه. انا بس بدي اقول شغله للمشاهدين والاشخاص اللي بيحبوا يتناولوا الغداء والعشاء بالمطاعم. كثير مهم، يعني ما انه ما بدنا نظهر نحن ولا انه هي المطاعم نظيفه ولا ما نظيفه، بالعكس في كثير مطاعم عم تهتم بسلامه الغذاء، وفي عده اشياء فينا ننتبه لها بالمطاعم، منا اذا اخذت شهاده الكيو بلاتينوم او اي شهاده لسلامه الغذاء، منا من نظافه الويتريه، من طريقه حمل الصحون الكبيات، هذه كلها بتعطي انديكيتور، بس اكثر شيء واهم شيء انه يكون عم يطبع اسلوب لسلامه الغذاء، عم يعمل تدريب للموظفين اللي عم يشتغلوا عنده لحتى صحيح. نأمن انه هالواحد اللي ظاهر لا ينبسط ولا يغير جو يكفي بسطه ما يكفي بسطه ما يرجع يروح على المستشفى. ثانك يو بانا ميرسي كثير شيف، اكيد انت رح تبقى معنا. ثانك يو لانا مره جديده بنشوفك نكست ويك اذا قدرت. مشاهدينا رح نتوقف مع فاصل اعلاني وبنرجع نتابع بقيه فقراتنا، خليكم معنا.